الحنة الحنينة اللي تعطر يدينا وتلبسها مرشان الزين في المناسبات والعواشير، كانت ديما زينة لنسا وتحفظهم من العين والحسد. يقولوا بلي الحنة تقدر تحفظك من السحور وشر العديان. في كتاب الحنة بالمسلمين من شمال أفريقيا تاع ماري فون داغيدان، قالت بلي كي تتمشى في الطرقان تتلاقى في كل مكان نساء ودراري صغار ومين داك رجال يمشيو بيديهم ورجليهم ولا صبعتين يديهم مسبوغين بالحمر الأجوري ولا القهوي. كانوا يديروا الحنة في كل وقت خاصة في الأعياد. عند المسلمين الحنة هي نبتة مبروكة على خاطر وصى عليها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، والبربر كانوا يديروا الحنة باش تعاونهم على الأوقات الصعيبة اللي كانوا يجوزوها، تحميهم من العين وتحنحن قلوب المتزوجين على بعضهم. يقولوا الحنة من ريحة الجنة وباللي تقرب الملائكة. على هذا في تقاليدنا الجزائرية العروسة ليلة فرحها ترش ميدها بوشم الحنة، يعبر على تقاليد عائلتها وأصولها ويسموها ليلة تربيط الحنة. وكاين حتى اللي تصبغ بها شعرها وحواجبها باش يباركوا داك الفرح. الحنة تفكرنا بحنان جداتنا اللي تربطها لنا ليلة العواشر، وريحتها تخلي العياد وتخلي القلوب تحنحن على أيامات فاتوا عمرنا إلا ننساوهم. ومنحكي على زمان نقولوا الحنة حنينة جت من المدينة، يربطوها وليداتنا إن شاء الله بالصحة والهنا، والحنة مبروكة جت من مكة، يربطوها وليداتنا إن شاء الله بالبركة.